معادنا مع فقرة سكوب. هنتكلم النهاردة عن واحد من الأمراض النفسية المرتبطة بالسوشيال ميديا، وللأسف الشديد بدأ ينتشر بقوة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أو السوشيال ميديا عامة. المرض اللي هنتكلم عنه النهاردة هو متلازمة فومو، وفومو هو اختصار لكلمة Fear of Missing Out. طيب باختصار كده الفومو يعني ايه؟ يعني ان الشخص بيحس بالخوف منه ان هو يفوت حدث او يفقد شيء او فرصة افضل. والشخص المصاب بالمرض ده بتلاقيه حريص ان هو بيتابع مواقع التواصل الاجتماعي بشكل متواصل. العلماء قالوا ان ده بيحصل كل 3 دقايق على الاقل، وان في 27% من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بيفتحوها اول ما بيصحوا من النوم او ما بيفتحوا عينيهم، وانه كمان في 56% منهم بيحسوا ان في حاجات كتير ناقصاهم لو ابتعدوا عن السوشيال ميديا لمده اطول من ربع ساعه بس. طيب قبل ما نكمل كلامنا عن الفومو تعالوا نروح نشوف التقرير ده ونرجع تاني على طول. زي اي حد في مصر دلوقتي السوشيال ميديا بقت واخده كل ايامنا، زي اي شاب مش في مصر بس، معظم اليوم يعني ممكن نص اليوم تقريبا، يعني يعتبر تلتين اليوم، يعني كل وقت دلوقتي بقى على السوشيال ميديا، يعني من ساعتين لثلاث ساعات كده او اكتر كمان، يعني بقضي نص اليوم يعتبر، مش يعني اغلب اليوم، يعني بسلي وقت، يعني الوقت الواحد بيبقى فاضي فبيستخدم اي حاجه يسلي بيها وقت، ممكن حبه صغيرين بس اخر الليل قبل ما انام كده شويه وبتاع، لكن بقيت اليوم كله انا في الشغل ما بقدرش اقعد عليه كتير. يعني اغلب الاوقات يعني وقتي تقريبا كله في مواصلاتي، في البيت، وقت ما انا فاضي، وقت الشغل كمان، في اغلب الاوقات على طول لازم امسك الموبايل. هو مؤخرا ما بقتش زي الاول، يعني زمان كنت مثلا بقعد معظم اليوم بتاعي على السوشيال ميديا والكلام ده كله، لكن حاليا بقيت ابص مثلا لا انا ممكن استفيد منها بطريقه احسن بدل ما اقعد اتفرج على حاجات ملهاش اي ثلاثه لازمه. في ايام بعد الاربع ساعات، يعني هو شايف ان ده مش صحي يعني، بس خلاص هو ده اللي بيحصل يعني. ولسه مكملين كلامنا عن الفومو. من الحاجات كمان المهمة الخاصة بالمرض ده انك هتلاقي الشخص ده بيكون حريص انه يتابع كل اللي بيحصل وكل الترندز وكل البلوجرز، وبيتكون جواه احساس عميق انه في ناس بيستمتعوا بوقتهم بشكل افضل منه، او ان هم عندهم فرص في الحياة افضل منه، ولو هو ما بقاش متابع هيفقد الفرص دي. متلازمة الفومو في متلازمة تانية مرتبطة بيها، وهي متلازمة فوبن، اختصار المصطلح Fear of being missed. والمتلازمة دي بتخلي الشخص يشعر بالخوف من الضياع، وبرضه متصل بيهم متلازمة تانية وهي فوبو، اختصار المصطلح Fear of better options. طيب الثلاث متلازمات دول بيتمحوروا حوالين نفس الفكرة تقريبا، وهي الخوف من الحرمان أو الإقصاء الاجتماعي، وإنه يكون في حاجات أفضل في الحياة وفرص ممكن يكون بيفوتها. وعشان كده هتلاقي ان الفيديوز اللي بيعملها المشاهير، وخاصه مثلا الحمل او الولاده او السفر او تغيير البيت، او ان انت بتغير مثلا العفش بتاع البيت بتاع الفنان ده، هي الفيديوز الاكثر متابعه ودايما بتحقق ملايين المشاهدات. طيب دلوقتي ازاي نعرف ان احنا مصابين بمرض الفومو؟ المرض ده زيه زي اي مرض تاني ليه اعراض، ومن الاعراض دي الرغبه في التواجد في كل مكان، وان الشخص بيبقى عايز يشارك في كل حاجه حتى لو بشكل وهمي، وبيجيله مشاعر بالندم الشديد لو فاته اي شيء. وغيرها من الاعراض طبعا التانيه زي الاحساس الدائم بان حياته اقل من الطبيعي، وان المفروض يعيش حياه افضل من كده. علشان نعرف اكتر عن الموضوع ده هيكون معانا دلوقتي مداخله هاتفيه من الدكتوره رشا الجندي، استشاري الطب النفسي. ازيك يا دكتور؟ ازاي حضرتك؟ عامله ايه يا دكتور؟ اهلا بيكي، اهلا وسهلا بيكي، اموريني اتفضلي. دكتور حضرتك طبعا سمعتي عن الفومو. تمام مظبوط. طيب انا عايز اعرف هل ممكن السوشيال ميديا يكون فعلا بتصيبنا بامراض نفسيه تعمل مشكله للدرجات دي في حياتنا؟ مظبوط طبعا. هو موضوع الفومو ده هو اختصار ل Fear of Missing Out، ان انت خايف زي ما حضرتك اشرتي كده من شويه، ان انت خايف يفوتك حاجة او خايف يفوتك حدث معين موجود على السوشيال ميديا. هنتكلم على السوشيال ميديا بالتحديد. هو موجود من زمان، يعني هم حطوه في قاموس اكسفورد الانجليزي سنة 2003. أوكي. بس لو حضرتك تفتكري معايا هو موجود من زمان جدا بس بطريقة مختلفة. يعني من زمان موجود الناس اللي عندها مثلا هوس بمتابعة المشاهير، بس كان زمان موجود ايه، يعني مثلا بيجيبوا الجرايد بتاعتهم من عمرهم يعلقوا صورهم في الحيطه، خبر
يعلقوا صورهم، عمرهم ما يفوتوا لهم اي حاجه، لدرجه ان في ناس وصل عندها الموضوع لهوس لما بتحس ان البني ادم ده حقيقي موجود في حياتها وهي بتعرفه وتطرده والحاجات دي. فهو موجود من زمان، بس زمان كان بطريقه تانية عشان ما كانش موجود السوشيال ميديا. ما دلوقتي عشان موجود السوشيال ميديا فتغيرت الطريقه اللي هو بقى موجود بيها. يعني ليه طبعا اعراض زي ما حضرتك قلتي، ازاي هعرف ان البني ادم ده عنده الفومو او عنده عليه خطر؟ لان هو حضرتك الخطر منه ان هو زيه زي الادمان. فصعب تطلعي الانسان منه، يعني لو الحاجه دي مش موجوده البني ادم ده هيتعب نفسيا وجسديا وصحيا، زي ان احنا نسحب منه الموبايل مثلا. بالظبط. فزي هو طبعا بيجي بالتدريج، فلازم لما بنيجي نعالجه بيكون بالتدريج برضو، التخلص منه بيكون بالتدريج. كان بني ادم مدمن على اي حاجه، كان حد متعود كل يوم بياخد منوم، بعد كده مش هعرف ينام من غير المنوم. صح. علشان اخلصه من المنوم لازم بالتدريج. فبالظبط الفومو ده اللي هو الناس اللي عندها ادمان السوشيال ميديا، لازم ده ادمان بمعنى الادمان، فلازم هيتسحب منهم بالتدريج. اعرف ازاي؟ طبعا هو بيبقى هتلاقيه متابع صفحات كتيره جدا، ده مؤشر. يعني هتلاقي ناس مثلا الطبيعي ان الناس بتتابع الناس اللي هي بتعرفهم او وبتتابع معاهم الحاجات اللي هي مهتمه بيها. هو مثلا مهتم بمجال الرياضه، فهتلاقيه بيتابع صفحات الرياضه مع الفن مثلا مثلا على سبيل المثال، او شخصيه فعلا هو متاثر بيها فبيتابعها. لا دول بتلاقيهم بيتابعوا كل حاجه كل حاجه، فتيجي حتى عدد الفولوينج الناس اللي هم بيتابعوهم، مش اللي الناس بيتابعوهم، اللي هم بيتابعوهم هتلاقي عددهم كبيره جدا. فعلى طول بتعرفي ان الشخص ده ايه، ده هو انت جايب منين وقت، او بتضيع قد ايه وقت ان انت تقعد تشوف كل الناس كل دي او كل الحاجات دي. فده مؤشر. المؤشر التاني الاشعارات عندهم هتلاقيها بصوت عالي. إزاي؟ يعني ليه رنه بعكس الناس الطبيعيه، هتلاقي مثلا عامله الاشعارات على السوشيال ميديا سايلنت او حاجه كده، اللي هو يعني لان هي مخصصه وقت معين في اليوم، انه لما هيكون عنده وقت هو هيدخل بنفسه يتفرج ويشوف اللي هو عايز يشوفه. بالظبط. لا ده عامل بقى الاشعارات بصوت كان رساله بتجيلك او رنه بتجيلك. فتخيلي حضرتك بيجيله كم اشعار في اليوم، فهو رابط عامل اشتراك يعني ارتباط شرطي ما بين التشبع اللي هو بيشعر بيه وما بين صوت الاشعار اللي بيجيله. هتلاقيه كمان عايز يرجع البيت بسرعه، لو هو في مشوار، لو هو في شغل، لو هو في حاجه، او هتلاقيه قاعد جوه الشغل جوه ميتنج واي حاجه بيختلس اي فرصه عشان يدخل يبص. وحتى لما بيروح مكان حضرتك عشان يستمتع زياره يتفسح يعمل، هو مهتم ان هو يصور يوثق اكتر ما مهتم من ان هو ايه يستمتع، من ان هو يستمتع. وفي حاجه مهمه قوي هتدخلي كمان هتعرفيهم حضرتك، هو دلوقتي مثلا على سبيل المثال في الفيسبوك، لو انا مثلا سي متابعه حضرتك وحضرتك علقتي لحد مع داخل، المهم يعلق، المهم يثبت حضور، فدي طبعا شويه اعراض كده ممكن ان احنا نقدر نعرف منهم، يعني ان احنا من الناس دي. لان لو الحاجات دي اختفت ما بقتش موجوده في حياتهم، او حصل مثلا نت وقف شويه او موبايله مفصول شحن او الحاجات دي، هم بتجيلهم طبعا ضيقه وخوف وقلق ومش مبسوط، ولو مهما كان هو محطوط فيه وبسرعه عايز يجري يشحن، وبسرعه عايز يشغل الموبايل، وبسرعه عايز يعيد الباقه، فالوضع بتاعه مش لطيف خالص. الناس دي حضرتك لما جينا نشوف، يعني حتى اخر بحث ليا شغاله عليه دلوقتي مربوط بالموضوع ده، ان علاقه السوشيال ميديا بالضغوط النفسيه الموجوده جوه الطلبه بتاع الجامعه. فلما جينا نشوف هم ليه بيتحولوا الفومو بقى، يعني ايه اللي بيوصلهم لمرحله الادمان دي، فلقينا ان هم النوعيه دي من الطلبه او من الناس هم في حياتهم الطبيعية عندهم حرمان اجتماعي، في حياتهم الواقعية في بيتهم مع أصحابهم مع الناس عندهم حرمان اجتماعي. بمعنى إيه؟ ممكن ملوش صحاب،
او ممكن ليه اهل او ليه صحاب بس مش بيدوله فرصه ان هو يتكلم، مش بيدوله فرصه ان هو يعبر، مش بيسمعوه، يجي يتكلم مع حد يقول له ما تنكدش عليا، انا ما بحبش العتاب، ما بحبش كذا، الناس بتنفر، ملوش كواجب، عايزين يعيشوا في الحياه الوهميه اللي هي على السوشيال ميديا عشان ما يشاركش في الحياه الحقيقيه. مظبوط، برافو على حضرتك. هو لقى الناقص عنده فين؟ لقى الناقص عنده هناك، لان هو في حياته الحقيقيه اما حاسس بالوحده، اما حاسس بحرمان اجتماعي، اما حاسس بنقص عاطفي، مش لاقي ذاته. والحاجات دي من متطلبات الحياه الاساسيه النفسيه لاي بني ادم، فبيروح يلاقيها فين؟ بيروح بقى يلاقيها على السوشيال ميديا. دول بقى لو دورتي عليهم هتلاقيهم صعب جدا يكونوا بيلعبوا رياضه مثلا. بشكر حضرتك جدا يا دكتور رشا الجندي، استشاري الطب النفسي. وبكده تكون خلصت فقره سكوب.